المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ودون أن يكترث للانتقادات التي طالته حتى داخل حزبها، يواصل إلقاء خطاباته في إطار تجمعاته الانتخابية، وهذه المرة من فرجينيا، حيث تطرق إلى أجندته السياسية الخارجية وصعد لهجته ضد دول الخليج قائلاً: نريد إقامة منطقة آمنة في سوريا، سأذهب إلى دول الخليج والتي لا تقوم بالكثير صدقوني. دول الخليج لا تملك أي شيء، لكنها تملك الأموال، سأجعلها تدفع. لدينا دين عام يقدر ب 19 تريليون، ولن ندفع هذه الأموال. ولا تنسوا، دول الخليج بدوننا غير موجودة. وعن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتبر ترامب أن دولا أخرى ستحظو حظو المملكة المتحدة، وجدد موقفه المعادي للاجئين قائلا: دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستحظو حظو بريطانيا لأنها مجبرة على استقبال الأشخاص، والأمور الآن آلت إلى الكارثة. ما هو الخطأ؟ ماذا يحدث أنجيلا؟ هل تنظرين إلى ما يحدث في ألمانيا والتأثيرات الحقيقية؟ لدي أصدقاء في ألمانيا كانوا حقا فخورين وكانوا يقولون إن هذه البلاد عظيمة وكان هذا الأمر جيدا، والآن يقولون إنهم سيغادرون ألمانيا. وكردة فعل حول الانتقادات الحادة التي طالته في أعقاب سخريته من خطاب ألقاه والد جندي أمريكي قتل في العراق، كرم دونالد ترامب محاولة منه لاستدراك الوضع جندياً أمريكياً من المحاربين القدامى.